1984 تويوتا. طبعا الموتر راح ينزل مزاد لمدة يومين أو ثلاث أيام، يحتاج له يا أخوان تجديد بالكامل من ناحية الصبغة. اللي يبغى صبغة 10 من 10 لا، ولا هو 9 أو 8 أو 7 من 10. الموتر شغال، تقدر تأخذه وتمشي فيه زي ما هو، موتر جميل، بس يوجد معجون في الموتر. أنا أشوفه مشروع تجديد اللي يبغاه 10 من 10 أو سوقه زي ما هو. عندك الملاحظات، الموتر فيه معجون يا أخوان زي ما أنتم شايفين، العلامات هذه مو موجودة. عندك الصدام فيه يعني دقة من هنا ومن هنا، الصدام الأمامي طبعا الشاصي سليم. عندكم الجسر الأمامي فيه اللحام هذا البسيط، الجسر الأمامي طبعا هذا ميزته إيش؟ طار هواء. العداد ماشي كثير، حدود 600 يا أخوان. طبعا في مشاريع كثيرة تصير على الجيب التويوتا الربع أو الـ FJ40. طبعا لما تقول FJ ترى هذا اللي جاء من الوكالة. ف موتر ربلات يحتاج لتغيير ربلات، ربلاته قديمة. عندك الداخلية مجددة، تجديد يعني تلبيسة. بعض الملاحظات اللي هنا يا أخوان، يعني زي هذه تلبيسة تعتبر شيء خفيف. هذه الأرضية، أرضية الخلفية، المقاعد، عندكم المقاعد الخلفية، السقف ملبس زي ما أنتم شايفين. ملاحظة هنا، في ملاحظة هنا يا أخوان، طبعا الصبغة قديمة. عندكم بعض الملاحظات هنا، معجون زي ما أنتم شايفين. هذه الداخلية من هنا، موتر شغال 84، طار هواء اللي هو باور ستيرينج. طبعا انتم عارفين 84 اخر سنة. هذه ملبسة الداشبورد، الطبلون اللي يحتاج له تجديد بالكامل، وربل هذا بس يعني على الهواء شيء بسيط. عندكم السيارة، أي سؤال أي استفسار حياكم الله يا أخوان. هنا الماكينة، طبعا في زيوت، في تشحيم، كانت هنا بكثرة وتم تنظيفها، تنظفت يعني في السقف. فهنا نفس الشيء، البليتة يا أخوان، رقم الشاصي يجيكم هنا، وهنا الـ 84 من أسفل زي ما أنتم شايفين. الصدام في دقة من هنا ودقة من هنا، هذا الصدام الأمامي. طبعا هنا الدفرنس، في تهريب في صوفة الدفرنس زي ما أنتم شايفين. الشاصي سليم، عندكم لحام بس في الجسر، هذا هو في الجسر. طبعا الشاصي ما نشوف فيه شيء يا أخوان. عندكم في تهريب في الصوفة الخلفية، هنا في ترشيح وتشحيم هنا في الجير. طبعا الشاصي سليم، أرضية السيارة من أسفل سليمة يا أخوان، ومن هنا زي ما أنتم شايفين سليمة الأرضية. ديفرنس في تهريب، ديفرنس الخلفي. هذا الشيء هنا في الأرضية الخلفية، في الصاجة طبعا مش في الأرضية، في الصاجة يعني مو الأرضية نفسها. الأرضية أنا أشوفها سليمة من هنا. هذا الموتر بالكامل من أسفل يا أخوان، 84 طبعا ميزة فيه طار هواء. وأي سؤال أي استفسار حياكم الله يا أخوان. هذا الموتر بالكامل زي ما أنتم شايفين. عندكم الأرضية من جهة السواق الراكب، في الصاجة هذه اللحام في الأرضية من هنا.